سلام الغزالات ديولي، نتمنى تكونوا في احسن حال. بالنسبه اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه رائعه في تبييض اي منطقه في الجسم ديالك عندك فيه لون داكن، غادي تبيض لك من اول استعمال. بعد المداومه ديالها بطبيعه الحال زدت المرات، غادي تلاحظي باللي النتيجه رائعه وكاين فرق. نبداو على بركه الله نوريكم. بالنسبه للاشياء اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه، هذه عندنا نص فرماجه، نص ديال الفرماجه، عندنا شويه ديال الحامض معصور، وعندنا مايزينا معلقه صغيره تاع مايزينا، وعندنا شويه ديال السينيال تقريبا معلقه صغيره ديال السينيال. اي سينيال عندكم، اي معجون اسنان عندكم. غادي نبداو غادي نديرو السينيال ديالنا. الصراحه هذه الوصفه هذه رائعه جدا، انا مجرباها زويونه. غادي نديرو الحامض مع السينيال، نديرو كامل. انا كيف قلت لكم ماشي نص حامضه، غير شويه من الحامضه. غادي نبقاو نخلطوها هكا تندمجوا لينا العناصر ديالنا. من بعد ما بقينا نخلطو حتى ندمجوا لينا العناصر ديالنا، غادي نزيد نص فرماجه وغنبقى عاوتاني نخلط تندمجوا. من بعد ما ندمج لينا العناصر ديالنا كيف كنشوفوا ولا على شكل كريم هكا، غادي نزيدو مايزينا. مايزينا اخر حاجه، واللي ما كتوفرش عنده مايزينا ممكن يدير النشا ديال القرص ديال الروز، ممكن هذا حتى هو صراحه عنده فوائد كثيره للبشره بزاف. غادي ندير مايزينا وغنستمر في الطريقه حتى نجمع الخليط ديالنا كامل. كيف كنشوفوا ولا عندنا بحال على شكل كريم. صراحه بحال هاد الوصفات هكا طبيعيه ما عند الانسان منا شي يخاف منهم، هما صراحه زوينين، غير خاص المداومه، خاص الانسان ماشي يديرها مره زوج صافي ما عطاتنيش نتيجه صافي يدرها، لا خاص المداومه. اي حاجه درناها خصنا نداوموها على الاقل خاص 4 مرات، 5 ولا اسبوعين عادي يمكن تبان لك النتيجه. ولكن بالنسبه لهذا الصراحه انا غنديرو قدامكم وغادي تشوفوا النتيجه ديالو. بالنسبه لهذا الكريم هذا كيدار في الرقبه، البلايص اللي عندنا فيهم بلايص اللي عندنا داكينه فيهم كحوليه، بالنسبه للرقبه، المرفقين، الركاب ديالنا، فهمتي اي بلاصه عندك فيها، اي بلاصه داكينه عندك فيها كحوله غديري هذا الكريم هذا. الصراحه غادي ديرو وغادي تردوا عليا. انا بالنسبه لي انا غادي نجرب لكم غير هنا. بالنسبه لهذا الكريم البنات كيبقى 30 دقيقه يعني نص ساعه، غتخليه نص ساعه. انتما انا ما غاديش نكثر في يدي كامله باش تبان لكم الفرق، انا غندير غير هنايا ومن بعد غادي تشاهدوا النتيجه من بعد 30 دقيقه ان شاء الله. غادي نرجع معكم وغادي نوريكم كيفاش. من بعد ما نشفت لينا الوصفه اللي درنا كنبقاو نحكوها هكايا. وبالنسبه لاي قماش اي ماسك درنا راه ماشي خاصنا نديرو هكا، لا خطا، راه هكا كنبقاو نديرو هكا على شكل دائري وكنرجعو بالعكس، كنستمرو في هاد العمليه حتى كينشف لينا هاد الكريم اللي درنا. بالنسبه لي انا صافي راه نشف، غادي ندوز نمسحو بما ورد. غنبقى نمسح كيف كتشوفوا النتيجه راه باينه. هنا عندنا ابيض وهنايا لا.
بعد ما كنساليو نديرو اي كريم عندنا في الدار. بالنسبه لي انا كنستعمل هذا كيف اللي سبق لي شاركته معكم في الفيديو السابق، نيفيا كريم. هذا بالنسبه لهذا الكريم، هذا زويون الصراحه، كيبيض زويون. اولا هذا الكريم هذا ديالو بالنسبه لهادو بجوج، انا نفضل هذا الصراحه، نفضل هذا. صافي انتما كنتو تشوفوا راه كاين الفرق، ميم درت الكريم لايدي كامله كاين الفرق ما بين هاد البلاصه وهاد البلاصه هادي. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وهي الصراحه هاد الوصفه رائعه جدا. يلا ان شاء الله الى فيديو قادم.